هي طفلة كالكثير من أطفال هذا العالم، لديها الحق في الدراسة وممارسة الهوايات، في النظر للغد بأعين مشرقة وفي الحلم. غير أن مصير خنساء اختلف عن مصير الكثير من الأطفال من أمثالها، والسبب سائق طائش. كنت خارجة أنا وماما في سميتو حد النهار، طلعنا فوق لو تروتوار، كانوا جوج ديال السيارات كيتسابقوا، حرقوا الفيروج، واحد ضرب ماما الباسان ديالها وزاد، والاخر بغى يجنب ماما ويخرج فيا انا. تعرضت خنساء لحادث سير مميت لم تنجو منه الا باعجوبة، لكنها فقدت على اثره ساقيها معا، ولا تتمكن حاليا من المشي الا اعتمادا على ارجل اصطناعية تفي بالكاد بالغرض. كنت كنفكر واش غنبقى نكمل الدراسة ديالي، واش غتبقى حياتي بحال كي كانت قبل، غنبقى نخرج، ما كنتش كاع عارفة بان كاينين الرجلين الاصطناعيين. يعني اول حاجة قلت غنبقى حياتي كلها غادا في الكرسي. قبل الحادث كانت حياة خنساء عادية، تجري، تلعب مع أطفال الحي، تمارس هوايات مختلفة، لكن بعد الحادث اختلفت الكثير من الأمور. تغيرت بزاف الحوايج في حياتي، مبقاش كنخرج، الا خرج خصني والدة يكون معايا شي واحد، مبقاش كنمشي، مبقاش كنلعب، مبقاش عندي اصدقاء بحال قبل. غير ان اصابة خنساء لم تمنعها من الحفاظ على توازنها واستعادة اقبالها على الحياة. الحمد لله عاونتني ماما واقتنعت بان داكشي قدر الله، وانا نقدر نتحداه، لان ما حد الحياة كاينة وما كاين حتى حاجة كلشي نقدر نتفوقه. خنساء دائما هي الاولى في القسم، لا في العربيه لا في الانجليزيه ولا الفرنسيه. سي فري ما كديرش الرياضه، ولكن عندها ميولات اخرين، كتكتب، كتقرا، كتالف شعر، كدير السباحه. حادثه السير التي تعرضت لها خنساء علمتها الكثير. الحياه ثمينه، ان بالقوه والعزيمه نقدروا نتحداو اي حاجه، وانما كاينش شي حاجه كنسموها اعاقه في الحياه، لان الواحد فاش كيبغي يتحدى الاعاقه كيتحداها. الحادثه اثرت حتى على اختيار خنساء المستقبلي. بغيت نكون شي حاجه في المجتمع، بغيت نكون طبيبه، باش كيف عتقولي انا الاطباء وعتقولي الركبه ديالي وعتقولي رجلاتي، بغيت انا نعتقل حياتي ديال الدراري الصغار. خنساء رمز للأطفال ضحايا حوادث السير في المغرب، تشكل شهادتها نموذجا حيا عرض في وصلات إعلانية للتوعية بخطورة حوادث السير. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن خنساء بقيت مع ذلك طفلة متفوقة في دراستها، ناظرة نحو المستقبل بثقة وإصرار على تحقيق الأفضل. منيا بالعافية، أخبار الآن، الدار البيضاء.